أشواطنا مستمرة مشاهدينا متابعينا الكرام، والانطلاقات تتوالى شوطا تلو الآخر في صباح هذا اليوم على أرضية هذا الميدان، ميدان الدستور، مع هذا الانطلاق، مع هذا التحدي، مع هذا السن الأصغر والأجمل في هذا العالم الساحر، سن المواهب، سن الحجائج، شوط خاص بالحجائج البكار لمسافة 3 كيلومترات. نتابع البداية، وأرى الدكتورة من قادت المجموعة واندفعت منذ البداية بناموسي هذا الشوط بشعار سعيد بن راشد بن غدير الكتبي، ومع المركز الثاني رزان للسلطان بن حمد بن سالم الدرعي، ومع المركز الثالث توليع علي بن صغير بن حصيبان العويسي. من يتابع انطلاق التوليع مع المركز الثالث، ورابعا من الجانب الآخر الوثبة للسالم بن حمد بن سالم بن سهيل العامري، ننطلق مع المركز الخامس. نتابع التحديات القادمة من جواهر لسعيد بن علي بن عامر بن تعيب الجابري، ومن الجانب الآخر مع المركز السادس الداودية لسعيد بن حمد بن سلطان المنصوري، ننطلق مع المركز السابع. وأرى قمرية المبارك بن حمد بن سالم الوهيبي، متابعا لانطلاقة قمرية مع المركز السابع ثامنا من الجانب الآخر. حربة لعبد العزيز بن سعد بن ملفي السحيمي الحربي، تسلل أيضا مع المركز الثامن. وتاسع التحديات هياضة لسالة بسعيد بن كاسم المسافري، من يتابع انطلاقة هياضة مع المركز التاسع. عاشرا مشاهدينا متابعينا الكرام، أرهني شديدة للسهيل بن سالم بن محمد بن سهيل العامري، من يتابع هذا الانطلاق المثير. ما شاء الله، التحديات مثيرة والانطلاقات رائعة، ولكن بنعود مع الصدارة والعودة أحمد إلى مقدمة هذا الشوط. وأرهني أرى التوليع، ولكن من الجانب الآخر حربة انطلقت على حربة هذا الشوط. عبد العزيز بن سعد بن ملفي السحيمي الحربي ينطلق أيضا بمقدمة هذا الشوط مع حربة المركز الثاني. نتابع الداودية لسعيد بن حمد بن سلطان بن درويش المنصوري، والتسلل بشعار بن عويضان شديدة للسهيل بن سالم بن محمد بن عويضان العامري. من يتابع هذا الانطلاق اللي انطلقت مع المركز الثاني. ثالث التحديات توليع لعلي بن صغير بن حصيبان العويسي، ومن الجانب الآخر أرهني رمز عبد الله بن سالم بن علي الوهيبي، من يتابع انطلاقة هرمز اللي تسللت مع المركز الثالث. رابع التحديات الانطلاق المثير لجبارة لخميس بن حمد بن شفيان الهاشمي، من يتابع هذا القدوم وهذا الاندفاع المثير، ولكن حربة على الصدارة، حربة على المقدمة، تنطلق تندفع بناموس هذا الشوط. ما شاء الله تبارك الله، حربة تنطلق بناموس هذا الشوط. عبد العزيز بن سعد بن ملفي الحربي، وأرى القدوم والانطلاق من شديدة للسهيل بن سالم العامري، من يتابع هذا الانطلاق والقدوم أيضا من بشاير لمحمد بن حمد بن ساري المزروعي، تتدخل بأول ندى، ولكن حربة انطلقت، بدأت تباعد المسافة مع هذا الانطلاق المثير. تهانينا لمالك حربة عبد العزيز بن سعد بن ملفي السحيمي الحربي، سلام المملكة، سلام مع الأداء المثير، مع العرض الرايع اللي تقدم حربة، بدأت تباعد، باعدت المسافة، رقصت في اللحظات الأخيرة. ما شاء الله تبارك الله، سلام المملكة، سلام مع الأداء المثير اللي تقدم حربة. تهانينا لعبد العزيز بن سعد بن ملفي الحربي على فوز حربة بالمركز الأول. المركز الثاني تأتي فيه شديدة لسهيل بن سالم بن عويضان. المركز الثالث هرمز لعبد الله بن سالم بن علي الوهيبي. المركز الرابع بشاير لمحمد بن حمد بن ساري المزروعي، ومع المركز الخامس
تنطلق الأندلس مع المركز الخامس خليفة بن نصيب بن خليفة الأخيلي متابعا لهذا الانطلاق مع المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدين متابعين الكرام للخمس الأسامي المذاعة والمنطلقة بناموس هذا الشوط. لنعود مع التوقيت الزمني ولحظات وصول حربة إلى خط النهاية. تأتي بتوقيت الزمني مقدارة في مسافة 3 كيلومترات. تهانينا لمالك حربة عبد العزيز بن سعد الحربي على هذا الانتصار. 4 دقائق 30 ثانية وخمس أجزاء من الثانية هو توقيت حربة. تهانينا لعبد العزيز بن سعد بن ملفي السحيمي الحربي. بينما اللي وصلت مع المركز الثاني هذه لحظات وصول وتحديات أيضا وانطلاقة شديدة. 4 دقائق 33 ثانية جزء واحد من الثانية. تهانينا لسهيل بن سالم بن عويضان العامري. ومع المركز الثالث تنطلق هرمز. تأتي مع المركز الثالث بتوقيت زمني مقداره 4 دقائق 33 ثانية وثلاث أجزاء من الثانية. التهاني لعبد الله بن سالم بن علي الوهيبي. تهانينا للجميع والناموس.